اهدوا القصب السكر زي ما شايفين على الطبيعة. بسم الله ما شاء الله، ده شكله الجميل. طبعا ده هنا ما زرعينه احنا في هذه الطبيعة زي ما شايفين، ده منظره طبعا اهو دلوقتي. طبعا قبل القطع من تحت زي ما شايفين بيتكسر بالشكل ده، وهو منظره زي ما شايفين. ده منظر القصب السكري، طبعا اهو حبيت اوريكم هذا المنظر. احنا طبعا زرعينه طبعا زرعينه تقريبا لي حوالي شهر او شهر ونص زي ما شايفين. ده شكله اهو، طبعا قصب طبيعي اهو زي ما شايفين. طعمه حلو جدا، زي ما شايفين اهو طعمه جدا جميل وروعة. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا اهو زي ما شايفين. طعمه سكري زي ما شايفين حضراتكم، ده شكله الجميل ومنظره الرائع. بسم الله ما شاء الله، حبيت اوريكم هذا القصب الجميل جدا والروعة، وهذا شكله الطبيعي. طبعا عندنا قصب كثير جدا اهو، في قصب اهو برضه اهو وهناك اهو برضه، يعني عندنا قصب كثير. وهنا طبعا هنا تكون نهاية هذا الفيديو، لا تنسى ان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة، وشكرا.